اليوم حنا كنعيشوا واحد الحاله ديال التطور ديال واحد الجرثومه اللي مازال ما قدرناش نحاصروا التطور الوبائي ديالها والتعامل معها، ولكن كتنتمي لواحد الفصيله اللي على الاقل كنعرفوا كيفاش نقدروا نديروا واحد استراتيجيه الى المحاصره. فالمحاصره ديال هاد الكورونا فيروس كيخصو الانخراط الكلي، ما عندوش اليوم العلاج وما عندوش اللقاح، ولكن كاين واحد الوسائل بسيطه واللي على من خلالكم كنطلبوا ان يكون الانخراط الكلي حتى ديال المواطنين، وهي هي الوسائل الوقائيه. فبالتالي شنو هي هذه الوسائل الوقائيه؟ وكما جاء في هذه الملصقات هذو اللي كنفرقوا لوزاره الصحه صوبتهم، ولي كابسول اللي كذلك موزعين على منابر الاعلام واللي غادي يتم اللي غادي تكون ان شاء الله في جميع شيء لي ميديا. فبالتالي شنو هما هذه الوقايه؟ هي خاصنا نغسلوا اليدين. شنو هما المواد باش نغسلوا؟ الصابون كافي. الا كانت شي حاله ديال كورونا فيروس، كاين بعض الوسائل الادويه، بعض المواد اللي كيمكن لها ديزانفيكتي هذاك الكورونا فيروس بواحد السهوله بسيطه. كيخصنا نجتنبوا مناطق ديال الازدحام والاماكن اللي غير مكيفه وما فيهاش ما مهوياش. وكذلك كيخصنا الانسان اللي كيكون غادي يعطس ولا شي حاجه يدير على الاقل يده. فهذو مسائل بسيطه كيمكن لها تحاصر هذا الانتشار ديال الكورونا فيروس. الحمد لله ما كنسجلوا حتى شي حاله اليوم. وزاره الصحه ومع الشركاء ديالها واخده جميع التدابير باش تراقب عن كثب الدخول ديال الكورونا فيروس للمغرب. اذا انتم كتعرفوا وانتم على علم ان ومن خلالكم كنعلموا المواطنين المغاربه ان جميع معابر ومداخل ديال المغرب فيها ادوات للترقب والترصد ديال هاد الناس اللي يقدروا يكونوا حاملين الكورونا فيروس. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابوناو في لاشين يوتيوب.